السامي حاضر من الأخ الأمين العام الجامعة العربية أن أطلب منه أن يتأخر في كلمته لأعطي الكلمة لصاحب السمو الملكي الأخ الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أتشرف بنقل تحيات أخيكم خالد الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز آل سعود تمنيات لكم لمؤتمركم بهذا بالنجاح والتوفيق، وهو على ثقة تامة بين حنكة وحكمة أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كفيلة بإذن الله بنجاح القمة. أيها الإخوة، نلتقي اليوم في خضم ظروف بمباراه الدقه والحساسيه حيث تواجه المنطقه العربيه العديد من المخاطر والتحديات، ما يستوجب معها تضافر جهودنا لتصدي لكل المحاولات الهادفه لزعزعه امن واستقرار دولنا العربيه. ولن ياتي هذا الامر الا بتسلحنا بالاراده القويه العزيمه والعزيمه الصلبه والصادقة والتنسيق الجماعي المتواصل بما يكفل وحدة الرؤية وتجانس المواقف والجدية اللازمة في التعامل مع التحديات الراهنة. تظل القضية الفلسطينية كما كانت دوما في مقدمة اهتماماتنا وانشغالاتنا على مر العقود المصرمة، وإن موقف المملكة السعودية وهي الموقف العربي الثابت هي ضرورة أن تفضي المفاوضات لجهود أو جهود بأي شكل من أشكال لتحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على أساس رفض ما تعرضه مدينة القدس من خطط تسعى لتهويدها، وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومحيط من أخطار محديقة ويستدعي ذلك من المجتمع الدولي الوقوف بصرامة أمام الممارسات الإسرائيلية التي تقوض أي أمل تجاه الوصول للسلام المنشود، من في ذلك استمرار النشاط الإسرائيلي بناء المستعمرات والإصرار على يهود إسرائيل ومواصلة انتهاك الأبسط حقوق الشعب الفلسطيني المشروع على أرض وطنه. أيها الأخوة، يأتي انعقاد هذا المؤتمر القمة بعد تعثر مؤتمر جنيف 2 في التوصل إلى حل سياسي الأزمة السورية التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات، دفع ثمن الشعب السوري دماء وأرواحا ودمارا شامل عم كل أرجاء سوريا، لتحول تدريجيا لساحة مفتوحة يمارس فيها كل أنواع صنوف القتل والتدمير على النظام الجائر، يسعى في ذلك أطراف خارجية وجماعات إرهابية مسلحة وبدت الساحة السورية من كل مكان حتى حجب وصوب، ويواجه كل هذه التحديات مقاومة سورية مشروعة
خذل المجتمع، خذل المجتمع الدولي وترك فريسا القوى لقواس غاشمة حالة دون تحقيق طموحات الشعب سوريا النبيل في العيش بحرية وكرامة. ولقد ترتب على ذلك حصول كارثة إنسانية رهيبة أسفت ما يقارب من نصف سكان سوريا، ويتعرضون حاليا لمعاناة الهجرة والنزوح واللجوء. إن الجهود مبذولة حتى الآن على صعيد التخفيف من المعاناة الإنسانية للسوريين، ما في ذلك مؤتمر المانحين وقرار مجلس الأمن رقم 2139 يمكن أن تحقق شيئا من ذلك. إن الخروج من المأزق السوري يتطلب تحقيق تغيير ميزان القوة على الأرض ومنح الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية ما يستحقون من دعم ومساندة باعتباره يمثل الشر للشعب السوري. إننا نستغرب كيف لا نرى وفد الائتلاف يحتل مكانه الطبيعي في مقعد سوريا، خاصة وقد منح هذا الحق في قمة الدوحة من قبل القمة العربية. نامل أن يتم تصحيح هذا الوضع لاتخاذ قرار من شأنه يبعث رسالة قوية للمجتمع الدولي لكي يغير أسلوب تعامله مع الأزمة السورية. أيها الأخوة، نظرة الإرهاب التي يشهدها العالم المعاصر ومنطقتنا عن حون الخاص وما تشكله من تحدي خطير لأمتنا واستقرارنا ومسار تنميتنا تستدعي منا أخذ الحيطة والتدابير اللازمة لمكافحة استئصال جذورها. من أهم ملامح هذه الظاهرة بروز بعض المنظمات والمجموعات المتطرفة وما تدعي بطلانا باسم الإسلام والمسلمين، مما ينخدع به بكل أسف بعض إلى الحد الذي يسوي البعض الذي أصبحت معه هذه الظاهرة مصدر خطير كبير على أمن واستقرار بلداننا وشعوبنا بكل وكل، بل وسيلة لزرع الفوضى والتفرق والفتنة، الأمر الذي يستوجب معهم بذل الجهد الجماعي واتخاذ موقف موحد ومشترك للتصدي لهذا الخطر المحدق بنا جميعا واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لمكافحتها. ومن هذا المنطلق فإن المملكة السعودية تديم بشدة كافة الأعمال الإرهابية أي كان مصدرها مصدره، ولن تعلو جهدا في من جانبها في مواصلة التصدي لهذه الآفة المقيتة من خلال إصدار الأنظمة والإجراءات المجرمة للإرهاب وأصحاب الفكر الضالي والتنظيمات تقف خلفه. أيها الأخوة، لقد أصبح من المسلم به أن أمن واستقرار المنطقة لا يأتي عن طريق السعي نحو امتلاك الأسلحة الفتاكة، حيث أن الحصول عليها امتلاكها يشكل مصدرا خطرا مؤكدا على أن أمن المنطقة واستقرارها في الوقت الذي تكون فيه أكثر ما تحتاج إليه منطقتنا هو إقامة علاقات طبيعية تسودها الثقة والاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون داخل الدول الأخرى وحل الخلافات بالطرق السلمية. أيها الأخوة، إن نرى في هذه القمة فرصة للتعبير عن تأييدنا للخطوات الجارية التي اتخذتها بعض الدول العربية الشقيقة من أجل تحقيق الاستقرار والأمني، حيث الاستقرار والأمن، وحيث نقدم الثاني الأخوة في جمهورية مصر العربية نتيجة الاستفتاء الدستور في جسد لحم الشعب المصري وحدته وعبرت عن إرادته الحرة الأبية. والتهنية موصولة للأشقاء في الجمهورية التونسية إنجاز الدستور التونسي، كما أهني الأخوة في الأمن الشقيق على نجاح مؤتمر الحوار الوطني وفق المبادرة الخليجية متيمن لليمن الأمن والاستقرار والازدهار في سيادته وحدته الوطنية والإقليمية. ولا يفوتني أن أهني الشعب اللبناني على توفيقه في تشكيل حكومته، آملا أن يكون ذلك مدخلا لتوطيد الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة الشرعية في ربوع لبنان الشقيق، متمينا نجاح جهود الشعب الليبي في تجاوزه مرحلة بلاده التقليدية. في الختام تطلع لأن يصدر عن قمة الكويت ما يساعد في الدول العربية الأشقاء تجاوز صعوباتها الراهنة، وأدعو المولى القدير أن يحقق الأمة العربية ما نتمناه لها جميعا من الاستقرار والنماء والازدهار. نسمع المجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا صاحب السمو الملكي الاخ الامير سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على كلمته القيمه.